السلام عليكم متابعينا، حلقة جديدة من برنامج أسهل لك راح نحكي بها عن مواصفة مهمة الموجودة بأجهزة القياس الإلكترونية نوع أسوار اللي هي NCV واللي مختصرها Non Contact Voltage. هاي الوظيفة تغنيك عن استخدام أجهزة الفحص للكشف عن الحث الكهربائي بالأسلاك. تابعونا. للمعلومة أن وظيفة NCV تفحص الحث بالأسلاك الظاهرية وليست الأسلاك الدفن. على سبيل المثال لو عندي سلك ظاهري وأريد أفحص أنه هذا السلك بيقطع أو ما بيقطع أو بكهرباء أو ما بكهرباء، مجرد أنه أشغل الجهاز وخليه على وظيفة NCV راح أقرب الجهاز من السلك ألاحظ أنه ما بكهرباء حاليا. لما أشغل نقطة الكهرباء ألاحظ أنه الجهاز يعطيني صوت بزر، معناه أنه السلك يمر بتيار كهربائي. بالختام أتمنى أن تكونوا استفادتوا من حلقة اليوم.